كشف نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية عبد الرحيم الشمري كشف عن تورط شخصيات كبيرة من المسؤولين في محافظة نينوى في ملف تمليك وتأجير أراضي الدولة، وأوضح أنهم لا زالوا طلقاء ولم تطلهم التحقيقات رغم تشخيصهم. اللجنة التي شكلت برئاسة سيد حسن العلاف كانت يعني عليها لغط كبير جدا، ويعني دائما ما مسامعنا يعني تسمع على الشيء الموجود في عملية اختيار الأشخاص في أراضي معينة أو أراضي مميزة، أو حتى يعني هناك شبهات فساد وتم إلقاء القبض قبل يعني أمس أعتقد أمس على مجموعة من الموظفين في هذا في هذه اللجنة، وأيضا مودعين هسه في النزاهة على حساب النزاهة في السجون، ويتم التحقيق معهم على مخالفات كبيرة جدا. طبعا بعض الأسماء الذي مسكت أنا متأكد أنها متورطة تورط حقيقي في مسألة عملية توزيع الأراضي والمساومة، وهناك أشخاص يعني قد استلموا بمبالغ، وهذا الشيء معروف. وطبعا أكو أشخاص موجودين وأسماءهم رنانة وكبيرة جدا في هذا الملف، ولكن لحد الآن لم يلقى القبض عليهم. المخالفات الكبيرة جدا يقومون بها موظفين كبار جدا